ما نقدر نرد العمر والراح شي رجع ودعنا أحباب إش كثر ظلينا عاد دمعة ظلينا عاد دمعة. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد. ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد. وصدرك مستودع العلم والحجايا لتحطيمه جيش من الجهل يعمد. وأمك أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد. وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد. فأي ذبيح أصلت الشمس جسمه ونورها من أصله متوقد. وأي شهيد داست الخيل صدره يا أبا عبد الله. وأي شهيد داست الخيل صدره وفرسانها من اسمه. تتجمد ألم تك تدري تلك
كالخيل بزرها يا بأن الذي تحت السنا بك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا عليها وتمردوا يا جدي يا جدي يا جدي هذا أخوي حسين مذبوح وكل ونالي ونها اللي ونها تشعب الروح يا جدي ما بقت له ما بقت له من الطعن روح يا جدي يا جدي كبد اخوي حسين فطار يا ولي مات 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 ما حد وقف ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيون يعالج بالشميس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر اي ولا واحد بحلقه ما يقطر انا لله وانا اليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم رحم الله من أعاد الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح المرحوم الفقيد السعيد الشيخ كايد تغمده الله بواسع رحمته. ما من عمل يقوم به بنو آدم بغض النظر كانوا مسلمين أو غير مسلمين إلا والله عز وجل يحصي هذا العمل ويحفظ هذا العمل سواء كان عملا إيجابيا أو عملا سلبيا، وهذا الحفظ إنما يكون للجزاء تماما كما أننا نحتفظ بالسجلات لنجازي بها مثلا الموظفين في نهاية كل شهر، كل حسب عمله حسب إنتاجه حسب دوامه حسب عطائه حسب فاعليته وما شابه ذلك. كذلكم الله عز وجل، الله يحفظ الأعمال أعمال بني آدم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والله عز وجل لا يفوته مقدار ذرة وأقل من ذرة وحتى الخاطرة لا تفوته. ولكن فيما يرتبط بحديثنا هو مسألة العمل، كل عمل غالبا يستبطن جزاءه في نفسه. أي إنسان يقوم بعمل نفس جزاء هذا العمل موجود في باطن هذا العمل، يعني لن يكون جزاؤه من الخارج،
إنما يكون جزاؤه مستبطنا فيه. فلان مسح على رأس يتيم، هذه المسحة جزاؤه مستبطنا فيها. الله عز وجل يعطيه على كل شعرة مرت من رأس اليتيم أقلها حسنة، والحسنة بعشر. فإذا الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض ماكو فرق، الذكر يعمل عملا الله يحفظه له يجازيه عليه في الدنيا وفي الآخرة، أكو جزاء للدنيا وأكو جزاء للآخرة، وهذا من عدل الله عز وجل. الجزاء في الدنيا بشكل، الجزاء في الآخرة بشكل آخر. مثلا كثير من الشباب يسألون الآن، هذا صاحب المصباح أديسون وفلان أينشتاين وفلان كذا، علماء، علماء طبيعيين أو علماء إنسانيين، هؤلاء لا يدخلون الجنة باعتبار أنهم قدموا للبشرية خدمة جليلة جدا؟ أولا مفاتيح الجنة مو بيدنا إحنا، الله بكيف يدخل الجنة من يشاء؟ كيف؟ الله عز وجل هو الرب، والرب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن حسب المقادير وحسب المقاييس العلمية القرآنية أن غير المسلم لا يدخل الجنة من هذه الأمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن للتأبيد، ومن للعموم سواء كانوا مسيحيين كانوا يهود كانوا كفارا لن يقبل منه. الله يجازي، نعم يجازي في الدنيا، يعطي تصفيق، يعطي شكر، يعطي خوش تشيع، يعطي أجره من المال في الدنيا، شهرة يعطي، كل شيء يعطي، وما له في الآخرة من خلاق، والآخرة عند ربك للمتقين. مو أي واحد يدخل الجنة تفضل، هاي ما صارت جنة. زين، فإذا العمل دائما يستبطن جزاءه في نفسه. مجرد ترى إنسانا يعمل خيرا، يتصدق على الفقير من دون أن يراه أحد، صلوا على محمد وعلى محمد، تعرف بأن الله عز وجل سيجزيه على عمله هذا في الدنيا وفي الآخرة، كما في قصة لقمة بلقمة. عارف هذه القصة أنه فلان أنقذ إنسانا أو أعطى فقيرة لقمة من العيش، وهنالك أنقذ الله ابنه من أن يكون لقمة سائغة للذئب في قضية معينة. الله جزاه جزاء عاجلا هذا في الدنيا. فإذا العمل لا يفوت، العمل محصى مثبت محفوظ. هذا الشيء الأول، أن كل ما نقوم به من عمل يستبطن جزاءه في نفسه، وهذا الشيء هو الذي يدفع ويحرض ويحرك الناس على فعل الخيرات. أنت لما تشوف واحد يفعل الخيرات ما تقول ليش تسوي الخيرات، الخير في حد ذاته مطلوب، حتى ولو لم يكن هنالك جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، فقط الكلمة الطيبة حسنة لمو حسنة، حسنة. أمير المؤمنين في حديث حضاري صلوات الله عليه يقول: لو لم نكن نرجو جنة ولا نخاف نارا لكان علينا أن نأخذ بمكارم الأخلاق لأنها سبيل النجاح، حتى لو ما في جنة ولا في نار ولا في عقاب ولا في أبدا شيء، ما خسرانين، بالعكس. الأمر الآخر، أي عمل تقوم به اعرف بأن الناس قد لا يوافقونك فيه حتى وإن كان خيرا. الناس دائما أعداء ما جهلوا، كما يقول علي صلوات الله عليه. أنت تقوم بعمل تشوفه كبير وعند الله كبير، لكن ما تشوف واحد من الناس يقولك حتى رحم الله والديك،
ما تشوف الناس يتفاعلون معك، ما تشوف الناس يكتبون عنك في الجريدة، طبعا أنتك مو مهم، ولكن الناس أيضا فيهم من هو سيء الظن، فلان عمل هذا العمل الخيري، بنى حسينية، بنى مسجدا، بنى ميتما، يقول إيه هذا لأن فلوسه وايد سوى، إيه لأن هذا يريد شهرة. أنت شو ما تدريك من النوايا، هذا شغل الله، النوايا مو شغلنا إحنا. فلان بنى مسجدا لنفسه أو لله، هذا بينه وبين الله عز وجل، أنا أجي أصلي بهذا المسجد. فالناس غالبا لا يقدرون الأعمال، وعلينا أن نعمل سواء الناس قدروا أم لم يقدروا، أهم شيء الله يقدر، الله يرى. الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: وقل اعملوا، اعملوا أي عمل يقربكم إلى الله، اعملوا مطلق العمل، هذا العمل ما يضيع، فسيرى الله. السين هنا للمستقبل القريب، مو فسوف يرى الله، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالناس غالبا إذا ما تعرف قيمة العمل، إما أن تسفه بهذا العمل أو تستحقره أو أنها كأنها لا تراه. ليش؟ لأنه مو منصوبة حسب تعبيرنا. يذكر في أحوال صاحب كتاب المطول، هذا كتاب يدرس في الحوزة، كتاب مهم. المؤلف لما كتب هذا الكتاب ما حد قدره، ما حد اهتم بهذا الكتاب، كتاب دراسي إلى هذا اليوم يدرس في الحوزات، أكثر الآن من 100 سنة ممكن، ما حد قدره. بل أكو واحد من تلامذته كان يشنع على الكاتب والكتاب، يستهزئ بي، وشنو قيمة هذا الكتاب، ومن هو هذا اللي لازم يكتب هذا الكتاب، ممكن غيره يكتب هذا الكتاب. عموما مرت الأيام، مرت الأيام، توفي صاحب الكتاب. أول من حش على هذا الكتاب، كتاب المطول، هو هذا التلميذ نفسه اللي كان يشنع عليه. هذا شنو يعني إنه؟ يعني إنه دائما أحيانا أو أحيانا يكون نحن أعداء أعمالنا. شلون يعني؟ ما دام أنا حي، هذه يسمونه إذا صح التعبير تحدي المعاصرة، لأنك تعاصر إنتاجك الناس ما راح شنو يعطونه أهمية، لكن لما يموت صاحب الإنتاج، الله أشكد هذا العمل مهم، جزاه الله خير، الله يرحمه، خوش عمل سوى. زي ليش ما قلت هذا الكلام أيام كان موجود؟ هذا حجاب المعاصرة. فكان يقول، يقولون له ليش ما هذا الكتاب مالك انتشر؟ قال أكو إلى عدو. قالوا منو عدوه؟ قال أنا عدو كتابي، ما دام أنا موجود كتابي هذا مين انتشر، لكن خليه أموت راح أصير أحسن إنسان وأحسن مؤلف. مع الأسف إحنا في أمة تقدر الأموات وتعظم الأموات. عندنا شخصيات اجتماعية شقد فرضوا في الكويت، شلون ما نفكر أن نكرم هذه الشخصيات قبل أن تموت؟ مو ننتظر يموت بعدين نسوي له حفل تكريمي، نسوي له حفل تكريمي قبل لا يموت، هذا حق. ترى أكو شخصيات راحت وعدها ثروات هائلة، مو ثروات فلوس، لا، ثروة فكرية، ثروة اجتماعية، ثروة ثقافية، بس ما حد يمها. لما مات سووا له حفل، إيه والله كان رحمة الله عليه كذا وكذا. زين ليش ما قلتوا هذا قبل؟ ليش ما كرم؟ فغالبا نحن نكون أعداء أعمالنا من حجاب المعاصرة. وهذاك كان في قضية معينة صاحب كتاب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي رضوان الله عليه، من أعاظم فقهائنا، كتب هذه الموسوعة إلا إلى وقته كانت أكبر موسوعة فقهية في تاريخ البشرية، 43 مجلد، وإلى اليوم أكثر من 100 عام هي مدار الفقهاء، ماكو فقيه يصير فقيه دون أن ينظر في الجواهر، لازم يكون ينظر في الجواهر. وبعضهم عندهم تعليقات أيضا. الجواهر، صاحب الجواهر كان في وقته دخل معه أحدهم في مناظرة فقهية، فالشيخ قال قد ذكرنا هذا المطلب
في جواهرنا في الصفحة الكذائية في الجزء الكذائي. هذا شنو قال له؟ قال له هاي جواهر مالتك، روح وديها للعطارين وأصحاب الكمون حتى يحطون فيها كمون وفلفل يبيعوها على المشترية. يعني ما يشتري هذا الكلام. لما مات صاحب الجواهر، أول من مدح الجواهر ودعا إلى الأخذ منها هو نفس هذا التلميذ، كان طبعا كان من رجال الدين. فلما يكون واحد إنتاجه موجود وهو موجود الناس تستحقره، لكن لما يروح الناس تستعظمه. هذه العقدة، خلينا نسميها عقدة المعاصرة، خلينا نسميها بهذا الاسم، هذه يحتاج لها حل، يحتاج نفكر في حل حقيقة. أي واحد يقوم بعمل يجب أن نشجعه، يجب أن نمدحه، أن نثني عليه، أن ننشر هذا العمل. هذه روح إيجابية لازم تكون موجودة. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون يشوفون أيضا. أنت لما تروح تصلي بمسجد، هذا المسجد من الذي بناه؟ بناه رجل أو جماعة ليكن، لكن أعرف كم هي الجهود التي بذلوها في سبيل بناء هذا المسجد. المؤمنون رأوا، الله رأى، رسوله رأى، المؤمنون ذي يشوفون هذا الصرح وهذه الحسينية وهذا الميتم وهذا المستشفى وهي كذا فعله فلان، شيء عظيم. فوق هذه العظمة أكو كما يقول الفلاسفة أكو علة موجدة وعلة مبقية. العلة الموجدة مثلا أنت أوجدت هذا المسجد، أنت علة لهذا المسجد، صح؟ هذا المسجد يحتاج إلى علة مبقية له. العلة المبقية أنت تسوي إدارة مثلا أو ما شابه ذلك، وخلاص الإدارة تقوم بأعمال هذا المسجد فيبقى هذا المسجد حيا. الله عز وجل أوجد هذه النبتة، الله هو علة العلل بالنتيجة، وهو أو أفضل من هذا التعبير هو معلل العلل، لأن هذه النظرية الأولى علة العلل فيها كلام. المهم أنبت أوجد هذه النبتة، يحتاج إلى من؟ إلى علة مبقية لها. منه؟ أنا وإنت، نسقيها نرعاها داريها. المرحوم الشيخ كايد رحمة الله عليه عمل أعمالا كثيرة حقيقة، ومو كل كثير بدون امتياز أيضا. مرة واحد يقول أنا أعمل شيء قليل لكن بامتياز، يعني أنظر إلى الكيفية وليس إلى الكمية. هذا شيء جيد يا علي، إذا نظرت الناس قد ذهبوا إلى كثرة العمل فاذهب إلى صفوة. هذه في وصية النبي صلى الله عليه وآله. لكن أيضا واحد يسوي أعمال كثرة وأيضا بامتياز، هذا فوق العادة كما يعبرون، فوق العادة. المرحوم من هذه النوعية. لكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عبد الله، في قضية طويلة في التاريخ، الذي مات وهو كان يتعرض لقوافل قريش وأوصى وصية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قضية المعروفة. رسول الله صلى الله عليه وآله مدحه ثم قال لو كان معه جماعة. ليش؟ حتى تواصل هذا الطريق. المرحوم بدأ هذا العمل، بدأ هذه الأعمال، شيء عظيم. أعظم من ذلك أنه أوجد جماعة تواصل هذه المشاريع وهذه الأعمال بنفس الخطى. هذا هو المطلوب أساسا، وإلا غالبا الأعمال الفردية تنتهي بانتهاء أصحابها، تموت بموت أصحابها. واحد لازم يكون أمة، ما يكون فردا، يكون أمة. يوم اللي يشتغل يشتغل شغل أمة، ويوم اللي يموت مخلف أمة أيضا، أمة تحذو حذوة، كما كان الأنبياء، كما كان الأولياء، وكما كان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لو كان الإمام الحسين صلوات الله عليه لربما وحده يقتل
في كربلاء من دون أحد، من دون أصحاب، من دون العقيلة زينب سلام الله عليها، من دون زين العابدين، لكان هذا ما يريدونه، أنه الحسين سلام الله عليه قتل كما يقتل أي واحد في غابة من غابات العالم أو ما وراء البحار، ما حد يذكر الحسين سلام الله عليه. ولكن هنالك من واصل المسيرة، جدد المسيرة، الشعلة رفعها زين العابدين، ورفعتها العقيلة زينب صلوات الله عليها، ورفعها شيعة أهل البيت فيما بعد ذلك. فتواصل الطريق، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على طمسه فلا يزداد إلا علوا. ليش؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه صحيح عنده جماعة معدودة 300 ونيف، ولكن هؤلاء الجماعة مثلوا أمة في التاريخ، لا زال الكل يتشرف بإحياء ذكر الحسين. طبعا نحن نحيي قلوبنا أساسا. أكو في تعبير في إحدى الزيارات الشريفة، مضمون الكلمة أنه وبكم حييت قلوب شيعتك، قلوبنا تحيا بذكر الحسين، مو إحنا نحيي ذكر الحسين، الحسين ذي يحيينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحسين أصبح أمة في التاريخ لا يمكن طمس هذه الأمة. وهكذا تتضخم هذه الأمة لتصبح مو بالملايين، بالمليارات. أكثر البشر يعشقون الحسين صلوات الله عليه، يحبون الحسين، ما عندهم مشكلة ويا الحسين عليه السلام. احنا ما علينا من فرقة ضالة تسمي نفسها من المسلمين، هذول محسوبين. لا، شوف العالم الآخر اللي بدأوا جديا الآن يفكرون في قضية كربلاء، يفكرون في قضية الحسين صلوات الله عليه. هذه الأعمال أعمال استراتيجية، أعمال باقية للدنيا والآخرة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، تعيش أبدا مو يلي فلوس، تعيش أبدا مو يلي الشهرة، تعيش أبدا مع الحسين صلوات الله عليه. اللهم اجعلني عندك وجيها بشنو؟ بالحسين عليه السلام. الحسين ينطيك وجاهة، ينطيك هذه الوجاهة في الدنيا وينطيك وجاهة في الآخرة. وجاهة في الدنيا الناس تقدرك، تحترمك، أنت من شيعة الحسين، من خدمة الحسين، من كذا الذين كانوا في سفينة الحسين عليه السلام. وجاهة في الآخرة أيضا، يعرف لك نور في الآخرة وقبل الآخرة يوم الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود. الإمام يقول الورود ورود إلى القبر، شايفين هذه التنزيلة، هذه الورود ينزلون الواحد للقبر، هذه من هول المطلع يسموه الأئمة عليهم السلام، هول المطلع اللي في حديث سلمان مع ذلك الميت الذي أحياه الله لسلمان عليه السلام، قال لي يا سلمان أنا يوم اللي نزلوني إلى القبر، هاي التنزيلة فقط من شفير القبر إلى اللحد، كأنما سقطت في من السماء إلى الأرض. ما أدري منكم منو شايف حلم كذي، في الحلم واحد يحلم أنه ساقط من شاهق، شلون قلبه حسب تعبيرنا يبلغ إلى حنجرته من الهلع والخوف. في هاي النزلة احنا نحتاج الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يكون الإمام الحسين هو اللي يتلقفنا إن شاء الله في القبر، وهو اللي ينزلنا بالنزول رفيق بإذن الله تعالى. وسيد الشهداء صلوات الله عليه يحضر، وهذه من معتقداتنا، يحضر عند شيعته ومحبيه، وخصوصا خدمة الحسين عليه السلام. من زارني زرته ولو كان في قعر جهنم أخرجته. يطلع سيد الشهداء بيد الجنة والنار الحسين عليه السلام، وأبوه قسيم الجنة والنار. الشاعر يصور هذا المنظر، الساعة الحرجة على الإنسان، أحرج ساعة، ساعة الاحتضار ثم ساعة النزول إلى القبر، اللي الإنسان لازم يفكر جديا في هذه اللحظات.
وأمام هذه اللحظة تتصاغر الدنيا بما فيها من متع وملذات. أول ما بالرواية أول ما ينزل القبر خادم الحسين محب الحسين عليه السلام، وإذا بالملكين يجلسان. قم، يقعد الإنسان مذهول ظلام، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ماكو أحد، ما حد ما يسمع، وما حد إلى حقيقة، بيت الوحشة، بيت الغربة، بيت كذا إلى آخره. واحد يحتاج إلى ومضة نور. وإذا بالقبر يتوسع ويتوسع ويتوسع، وهنالك رجل يأتي من بعيد ونوره يسعى بين يديه. هذا الموالي يستبشر إلى أن يصل، يبتعد الملكان إجلالا لهذا القادم، فيقول له الموالي: يا سيدي من تكون أنت الذي أدخلت علي على قلبي السرور؟ قال: ألا تعرفني؟ ألا تراني بلا رأس؟ قال: من تكون؟ قال: أنا إمامك الحسين بن علي صلوات الله عليه. حقيقة شيء مؤثر، فيقول له: لا تخف ولا تحزن، انظر إلى الجهة الأخرى، فيرى موقعه في الجنة. ولذلك هذا الشاعر يجري هذه القضية في أبيات جميلة مؤثرة. الموالي يسأل الإمام الحسين صلوات الله عليه، يقل له: من تكون يا صاحب هالأنوار المضية؟ قال: لما تعرفني غريب الغاضرية. بارك الله بيك، رحم الله عبرتك. من تكون يا صاحب هالأنوار المضية؟ قال: لما تعرفني غريب الغاضري، ما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاكيك، ما انت اللي بالماتم تنادي ويلي عليك، تبقى على مستبكي على مصابي يا شيعي، شلون اخليك ولاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزيه؟ تريد تعرفني ايها الموالي اكثر؟ اسمع. يقل له: انا اللي في الخلايق وما حد تلوع في الخلايق مثل لوعي، انا الذي ذبحوا على صدري رضيعي، وكل ما جدب وانا جرب خدي دموعي، يكسر الخاطر يجذب الونة خفية، أنا اللي مثلي أنا اللي مثلي في الخلايق ما حد انصاب، كم ولد شفته معفرين فوق التراب، وان ذبحت رجالي وراسي من الحزن شاب، وان ذبحت رجالي بطفوف الغاضري، لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي جري، خدمت وست ترايب والدماء مني تسيح، كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح، هذا يبقى على الشريعة وهذا أرفع جثته. بعد هنالك مشهد نهدي هذه الأبيات إلى روح فقيدنا العزيز السعيد، تغمده الله بواسع رحمته،
السيدة سكينة عليها السلام لما جاءت بكوز الماء إلى أبيها الحسين قالت أبا قم فاشرب الماء فقد أبيح الماء يا نور عيني، لكن ماكو جواب من الحسين عليه السلام. سمعته من منحر يوصي بشيعته اقلها بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي وبلغي سلامي شيعتي وبدي ظلاما قولي لشيعتنا نوح على المذبح وفي بارد الماء يذكروني في عطش شبدي وذكروا مقاسات البلا في كربلا و شيعتنا نوح على المذبح. بنتي سكينة شوية شوية على قلوب الشيعة ترى ما تتحمل ولا تخبرين الأعوجية إيش سوتي داست على جسمي يا سكنة وشالتها قولي لشيعتنا نوح على أحسين 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 لا هنا بعدك عيشون ولا لذة مشارب. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 واجب المضطرين. يا الله اشفي مرضانا لا سيما المرضى المنظورين رد كل غريب فك كل أسير اغن كل فقير اصلح كل فاسد من امور المسلمين من اجتمعنا لاجله وبسببه. اللهم جاف الارض عن جنبي واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا واحشره مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين واجعله من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى روحه خاصة وأرواح موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان والشهداء والعلماء وخدمة أهل البيت نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات. أيام نبقى والأجل ياخذنا واحد واحد منه اللي عاش بلا حزن وبدنيته مفاقد ينفع إذا طال العمر والنوم باكر بالقبر ينفع إذا طال العمر والنوم باكر بالقبر أيام نبقى والأجل ياخذنا واحد واحد يا ناس قانون الزمن ما تبقى أحباب
والموت واحد من يجي وتختلف الأسباب. كم غالي من عدنا نفقد من أهل وأصحاب، وإحنا على جسمه بقهار هلينا لتراب، هلينا لتراب. بس اسمه ظل بفرقته وبالعين تبقى صورته، وبالقبر صارت نومته ما يرجع الغاب. من نبكي على الميت ترى باكر بشار تبكينا، من نبكي على الميت ترى باكر بشار تبكينا، كل يوم من عدنا يمر والمقبرة تنادينا، والمقبرة تنادينا. عدنا ذنوب احنا اش كثر قول، والنوم باكر بالقبور اش ينفع اذا طال العمر، والنوم باكر بالقبور ايام نبقى والاجل ياخذنا واحد واحد. كم شخص شيلنا جنازته والدمع همال، كم شخص شيلنا جنازته والدمع همال، باكر يجي اليوم الذي للقبر ننشال، باكر يجي اليوم الذي للقبر ننشال. وكل ما نقرب للقبر تشتد الأهوال، وكل ما نقرب للقبر تشتد الأهوال، ونصير عبره للبقى ويتغير الحال. ومن الأهل ما من خبر مقطوع أخبار البشر، من القبور وهن المفار صندوق الأعمال، صندوق الأعمال. رب ارجعوني لو حجه أي فارد حاشت في ذا، رب ارجعوني لو حجه أي فارد حاشت في ذا. لا ما سمعنا من قبول ميت كلام يعيد، والموت بأي لحظة يمر، والنوم باكر بالقبور، والموت بأي لحظة يمر، والنوم باكر بالقبور أيام نبقى والأجل ياخذنا واحد واحد. اسمع يوم الأجل من نذكره نطرده بالنسيان، يوم الأجل من نذكره نطرده بالنسيان، وعاشور صعب ينسي شي بالأذهان. شلون العزيز بلا دفن عالغبر عريان، شلون العزيز بلا دفن عالغبر عريان، واخت العقيلة يا وسف أخذوها عدوان، أخذوها عدوان. من عقب ذاك الغالبي يحدي العقيلة ناصبي، ومن بعد آلام السبي ناطرها ديوان، ناطرها ديوان. كل لحظة لازم من تجي
بشي على بيت حيدر كل لحظة لازم من تجي نبكي على بيت حيدر معقولة هاي الظاهرة مسبية تمشي بالبار معقولة هاي الظاهرة مسبية تمشي بالبار للموت نبكي لليسور والنوم باكر بالقبور للموت نبكي لليسار والنوم باكر بالقبر ايام نبقى والاجل ياخذنا واحد واحد ما تيم لولاك الفرض يا حسين ما حسين ما تيم وحق جبدك المنة ثلث ما تيم إلك بقلوبنا منصوب ما تيم على ذكرك يا ذبيح الغاضرية مع السيدة زينب تقول ولج ما يات ولج ما يات يا قاعد طف لج لوعه ولج ما يات ولج ما يات ولج جرح بوسط قلبي ولج ما صحت على الخيل ما بزيج ولج ما يات يا خيل حسين هذا على الوطية اي والله يا خيل حسين هذا علي يا الوطية مأجورا جميعا ان شاء الله الى روح المرحوم كايد هاشم كايد الشيخ كايد هاشم كايد وإلى روح أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. ما نقدر نرد العمر والراح شي رجع ودعنا أحباب إش كثر ظلينا على الدمعة ظلينا على الدمعة